بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ليال ما أنت موضوع نوح كهضليا فضلي قوين أي ليلة هاي بشان بركة سنة رمضان. رمضان وعلي سويدي محلو يقانا الصوم، محلو يقانا رمضان. رمضان أما صوم وحلو قيحا قفك أدونك أه إن أكسوم ولي قفك مؤمن كأه مسلم كأه إلا المسلم يا مؤمن هم بصوم قابوا إسا هم صوم منافق هم صوم لكن مؤمن مسلم يا صوم. قفك وإنو كصوما مركا المؤمنك عمتدى إبياها جماعة حاسكيسا فراشكا مالك إنو كفو قادو حمانتا إنو قفك كصوما حمان أو إدل زندي أو إبل بحاران إهد هدي بحراشي قفك الله قريبي كصوما نهي زندو وركيد نسو دبانين حانتي هي بانتي هي قيانتي هي وحقدي هي حسنمتي هي عقدتي هي وحيداني نغفك كالصوم واتنبش شعبان لولي هاي عفي ولا لكاي عفي ولا لكاي وحتى لما أهم وحالة ديدا يا غفك إن أعلوش يسا عقدتي حسنمه وغفك الولاك يسا أهلكو هاي انت سنبال الدين يا مرك صوم كي انتاس ايا الله خيحا وعن ربائنا انتهى الله فضلي قوين بشان بركيسان اي ليضا هاي بشان بركيسان وبالكدوان بلاها كالي سندك سندك او ايدي الوامري تون بلو رمضان كوا بشا هو فضلي قبضان معيك فضلي بضناتي وبشي الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كأسود جي وبشي القرآن الكريم كالله سبحانه وتعالى ملك جبريل عليه السلام أسود جي قرآن كأسود جي وبالأدوي سورة نمبو الله سبحانه وتعالى كهضليا بشنو وينانت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وإن أنت بشام وإله حفيري ليلة القدر يا أيام الجشتر خير من ألف شهر وهروين كخير بضن كفضل بضن كن بلوت هبين وين إلهي أنا وافجي ولا لي هبين كساس وين يغي ما بضن لي هي إلهي أنا وافجي وهبين هدي أدلك لنتو إلهي سبحانه وتعالى وقدر يو أدو مديس هو نارتك حريني بشان إني وين تاي هو نكسن تاي فيه القرآن كهي دراسين جريم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معلم كيس ملك جبريل عليه السلام جبريل يا أبو إيمان جريم
Nebillahi Muhammed aleyhi selam, Habib Kenan Kusayim sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ki ayet dirasin cireyni akrin cireyni. Kur'an ki ayet dirasin cireyni akrin cireyni. Ve bil fiiri ad uveyni. O karamı badan vayi. Marka ola meyar. Bişar. Ve alokal kardeşi tahke bot. Khayr tuhurey. Ve nahris. Evveluhu rahmah. وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار سيد عداس سيبود أيها لوك القاضي تبارك هوري إلهي سبحانه وتعالى نحريس نحريس أي نسود جنة يا نحريس ألك تبارك النخي أن دم بداف إلي إلهي سبحانه وتعالى دم بجينا ونافع دم بجينا وعفنا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العذاب والرحمن الرحيم دم بجينا يا الله خايا طبعاً كده طبعاً كده بخوفك الله سبحانه وتعالى إلى الشيء نادى يا الله بحرين يا ولا يا بشار وحنا الله جنبا إن كفاية Hadi en kafaidesini ne? Arinda tana ayakı kapsın tatlı. Resul Kendi sallallahu aleyhi ve sellem o bir bırka sağlan. Ya siddah ceruhu lai amin. 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 Ashabı Resul Kendi sallallahu aleyhi ve sellem uygu diye. Vahidhen ya Resulullah. Siddah ceruhu ayat amin. Amin. Bu el ilisi. Mahadu mencidi. Marka sahabı hukuku lai. Malku Cibril ya ili cüldi. جبريل وحود هاي يا رسول الله قفك لبدي سوالد لبدي سوالد باري إن مضمه لأجلك وذا جنب متزوه نهرت الله مفوه يا يولا هاي رسولكم ورقاص الله صلى الله عليه وسلم آمين مرق جبريل مرلبات يا وحود هاي يا رسول الله بشبر كيسر اي رمضان فضل جاده إيه كرامة جاده إيه ونده ده قفك كفى إلى سواي أو بشر لو قدم بلاف واي لو قلنا حريص واي نعتنا لو قحرين واي وخسارة كاس أفقي ده أقدر نعت الله كفرين رسولك أنا صلى الله عليه وسلم مرة بعد يؤمن داعي مرق جبريل عليه السلام يقول هاي يا رسول الله قفك هذه ما جعل مهلا إيه كوسلم وايو إنه كوكس ليديده نعت الله كفوهي رسولك أنا صلى الله عليه وسلم رسول الله يامين فضلي بشان الله هذا يفير ولا هذه أكفى إذا سوي زي مرق جبريل ده يصير أقول هاي رسولك إنه آمين هاي نفير ولا لأن بشان سيم وفى إذا سنا وعن وفى إذا سنكرنا إن سن نظيفة وتمر قرآن الصوم عن أدي أرسلانه si nadiif ah wanaag ku jiro nadiifka markii laga hadlayo wax kale ma ahan dadka intooda badan soomaa waxay u fahmayaan cuntada iyo biyaha in laga soo bogo kaliya maya waxyaabaha cuntadan in laga fogaado qalbiga qofka oo nadiif ahaado daahir sanaado qur'aan akhrin badan qur'aanka oo aan daraaseyno wax badan in badan akhrino sadaqada gacanta aan furno aan u gargaarno agoontii masaakiinta dadka ana waxba haysano fuqrada ina u gargaarno salaada sunuuy keenan badeno habay keenan ku dhafurno cibaadada allah subhanahu wa ta'ala arab keen ina ka adkaano beenta iyo xanta iyo qiyaanada inaan iska ilaalino waayo beenta rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam uu noogu digay wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam xabiibkeena naxariis inuu kili korkiisa ahaatee وعليا إياكم والكذب يعني إنك قديا يا بنتا محايلي فإن الكذب يهدي إلى الفجور بنتا قال ما أي خفك هكتا وإن الفجور يهدي إلى النار قال لما ذا ما حيا ما قطعا ما كوحى الله ربا إنا بنتا كفوغانو حتى أين كفوغانو زندو أين كفوغانو حمان إذن إن أين كفوغانو الله يعلم إلهي سبحانه وتعالى أين قعبسن شاويني كيدا كفا إليسن تراويح ذا أبو كمر
salada sunuyinka aan badino aan dhafarno qur-aanka aan akhrino muslimka caadkeena iyo gacanteena ha ka nabadgalaan xalaasha aan cunno walaalayaal gacanteena aan furno masaakiinta u gargaarno intaasoo idil rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa samayn jiray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam tobanka dambe ee bisha ramadaan masaajidka ayuu u goyn jiray masaajidka ayuu u goyn jiray meesha ayuu ku cibaadaysan jiray xataa xaaskiisii ayuu ka tegi jiray xaasaskiisii ayuu ka tegi jiray wuxuu ugu tegi jiray cibaadada allah subxaana watacaala fii rasuulka oo ah khayru cabdillah ayaa intaas isku dhiibay macaadallahi ameer maxaad u malaysaa ma soo dhownaa ma soo dhown walaalay rasuulkii allah oo maaragtay makhluuqa allah subxaanahu watacaala midka ugu khayrka badan ah khayru khalqillah ayaa intaas sameeyey maanta masaajid ma isku dhiibi karnaa anaga oo xitaa guryihiina ma ugu tagi karnaa masaajidka maya wallahi dhif iyo qaliil dhif iyo qaliil iimaanka saalaxa ee rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam allah na siiyay wanaaga iyo gudayashada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam allah nagu hanuuniyo walaalayaal walaalayaal aynu ka faa'iidaysano bishaan keenkeeda aynu ka faa'iidaysano sadaqada aynu baxsano ilaahay aan ka cabsano ilaahay aan ka cabsano aan ku dayano aan ku dayano rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam qur-aanka qur-aanka akhrintiisa qur-aanka akhrintiisa wallaahi intaasaa wax weyna maalinkii haddaad awoodo hal bisi akhri haddii aad awoodo jus akhri jus iyo bar akhri laba jus akhri laba jus iyo bar saddex jus saddex iyo bar afar afar iyo bar shan inta awoodaada ee akhri soo ma ahayn alif laam miim alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun oo xarf kastaana ay toban darajo saaran tahay macaadallaahi suuratu lbaqara oo idil haddii inta aan maanta akhriya kaban imise xarfood ayaa ku jira waa xarf kastaana ee toban ajir kuu saaran tahay bishuna ay tahay bishii qur-aanka kariimka uu soo degay waa bishii qur-aanka bishaan waa bil barakaysan walaalayaal aynu dadaalno ilaahay aynu ku cabsano adduunyadu waynu ka tegaynaa insha allahu tacaala taqwada aynu ku dadaalno sadaqada aynu bixino aynu ka faa'iidaysano bishaanweyn insha allahu tacaala walaalayaal wixii ansaxay ilaahay subxaanahu watacaala xaggiis ay ahaadeen wixii aan khaldeen ee shaydaan xaggiis ay ahaadeen insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh